بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد. في إطار مشروع تعميم المعرفة، هذه هي الحلقة 89 أو الدرس 24 في الاقتصاد الكلي، تحت عنوان ميزان المدفوعات Balance of Payments، وهو من أهم الموضوعات في الاقتصاد الكلي. وعلى بركة الله نبدأ إن شاء الله، يكون فيه الفائدة لطالبتنا الأحباء في كل أنحاء الوطن العربي الإسلامي، خاصة قسم الاقتصاد بجامعة اليرموك. ميزان المدفوعات Balance Payment، يعرف ميزان المدفوعات لأي بلد بأنه سجل لكل ما يدخل إلى البلد وما يخرج منه من تدفقات نقدية، ويوضح ما ينفقه المستهلكون وقطاع الأعمال على السلع الأجنبية المستوردة إلى داخل البلد، وما ينفقه الأجانب على البضائع المصدرة من البلد إلى العالم الخارجي، وذلك من خلال ما يسمى الميزان التجاري أو Trade Balance. إذن هو سجل لكل ما يدخل البلد من تدفقات نقدية، يوضح كذلك الأمر ما ينفقه المستهلكون وقطاع الأعمال على السلع الأجنبية أو السلع الأجنبية المستوردة إلى داخل البلد، وما ينفقه الأجانب على البضائع المصدرة من البلد إلى العالم الخارجي، وذلك من خلال الميزان التجاري أو the trade balance. يتشكل ميزان المدفوعات من ثلاثة حسابات accounts، إضافة إلى بند أو حساب ما يسمى الخطأ والسهو. وعادة ما يضاف الحساب الأخير، هذا اللي هو بند أو حساب ما يسمى الخطأ أو السهو، يضاف من أجل الوصول إلى ميزان مدفوعات متوازن أو balanced balance of payment. Balance of payment. فعندي ميزان مدفوعات هو الحساب الجاري زائد حساب رأس المال زائد حساب التمويل، سأشرح كل واحد منهم، زائد الخطأ والسهو. أو كما في هذا الشكل، ميزان مدفوعات يتشكل من حساب الجاري، حساب رأس المال، حساب التمويل، وحساب الخطأ والسهو. الآن نبدأ بالحساب الأول، وهو الحساب الجاري Current Account. يتكون هذا الحساب من ألف الميزان التجاري Trade Balance، اللي هو الصادرات مطروح من المستوردات بما فيه البضائع المصنعة وشبه الجاهزة للاستعمال والمواد الخام والخدمات بما فيها الخدمات المصرفية وخدمات النقل والسياحة والتعليم، زائد باء صافي الدخل من الاستثمار Net Investment Income الذي قامت به الشركات الوطنية المستثمرة في الخارج أو قام به مواطنون مستثمرون في الخارج، ويشمل الأرباح والفوائد وأرباح الأسهم، زائد جيم صافي التحويلات من الخارج وتشمل المساعدات والهبات والتبرعات النقدية بما فيها المساعدات الأجنبية Foreign Aid. إذن هذا هو الحساب الجاري Current Account، يتكون من هذه الأشياء: الميزان التجاري، صافي الدخل من الاستثمار، صافي التحويلات من الخارج بما فيها المساعدات الأجنبية بما فيها التفاصيل كل هذه. ثانيا، حساب رأس المال Capital Account هو تدفق الاستثمار الأجنبي الصافي، ويشمل الاستحواذ على أو التخلي عن الأصول الرأسمالية المادية داخل البلد اللي هي Physical Asset. ثالثا، حساب التمويل Financial Account يشمل التدفقات النقدية الدولية المتعلقة بالاستثمار والأعمال والأسهم والسندات وحقوق السحب الخاصة في صندوق النقد الدولي واحتياطيات الذهب المودعة لدى صندوق النقد الدولي من قبل طبعا الدولة المعنية. أخيرا، حساب بند الخطأ والسهو، وهي التصحيحات والتعديلات الضرورية التي تجعل ميزان المدفوعات متوازنا، أو كما أسلفت Balance of Payment. ميزان المدفوعات من أهم المفاهيم الاقتصادية التي يجب على الإنسان المفكر بالاقتصاد أو طالب الاقتصاد أن يعرفها. هو باختصار ما يدخل إلى البلد من نقد وتدفقات نقدية وما يخرج منها، بصرف النظر من الصادرات، من المستوردات، من الاستثمارات الأجنبية داخل البلد، من الاستثمارات الأجنبية لأبناء البلد خارج، وبالتالي هذا الصافي هو ميزان المدفوعات بإذن الله. من عادة الدول أو أنها تحاول بقوة المحافظة على فوائض في ميزان أو موازين مدفوعاتها، وخاصة في الحساب الجاري،
لأن العجز في هذا الحساب يعني بأن هناك تسرباً في صافي الطلب وتسرباً في الدخل من نظام التدفق الدوراني اللي هو Secure Flow System. وتعود معظم أسباب العجز في الميزان التجاري أو عفواً الحساب الجاري إلى عجز الميزان التجاري نتيجة الارتفاع مرونة الطلب على المستوردات. فعندما يرتفع الدخل تزيد رغبة الأفراد بالإنفاق على السلع المستوردة، ولأن هناك اختلافات بين الدول فإن دولا بعينها تعاني من عجز الحساب الجاري أكثر من غيرها. أكون بذلك قد انتهيت من هذا المقطع، راجيا أن يكون قد قدم الفائدة المرجوة لأحبائنا الطلبة في كل مكان. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.